مدام سعاد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. انا اولا بشكر سياده اللواء ابراهيم على المجهود الفظيع اللي عمله في شارع العريش وفي شارع فيصل، باين جدا النظافه، وعربيات اللي بتيجي تشيل الساعه 8 بدقيقه. حضرتك بتتكلمي عن الهرم ولا بتتكلمي عن مصر الجديده؟ ما انا في الهرم شارع فيصل. طيب ماشي اوكي. قريبتي هو حد من قرايبي بيتكلم يعني، ما اقول لك ايه، احنا بنشكرك يعني. ليه رجاء يا سياده اللواء، اتفضلي يا فندم. معلش عشان خاطري ميكروفونات المساجد الله يخليك، يعني تصور حضرتك قاعد وتحت اوضتك في ميكروفون، مش مشكله جدا كل حاجه، بس بعد الاذان يقفل. العنوان فين حضرتك تحديدا؟ 35 شارع فيصل. 35 شارع فيصل برج الياسمين. حاضر. يعني جدا اوكي ويقفل، ما نقعدش بقى نسمع اللي بيعملوه ده. لا حاضر، ربنا يخليك يا فندم. تؤمر يا ست، متشكرين على الكلمتين الحلوين. لا لا كلمتين حلوين ايه، وانا هسيبك. ما ده شارع الهرم، ده الهرم كله. ده انت شارع الهرم ستك الصفحه كلها.